看了几回，但侥幸我的从来不止一种声音，还有橱窗娇小的心。كل يوم بفيق وبعمل نفس الروتين، وبفطر نفس الفطور كل يوم، وبركض مشان لحق المترو. هذا هو مساري اليومي. أكيد كل العالم عايشة نفس الروتين، أنا هيك بحس صراحة. كل الوقت بحس حالي عايشة بسباق أو بلعبة، ولازم فوز بهي اللعبة لحتى أقدر استمر وما أطلع لبرا. هي هي الحياة. هاد ابني، وهاد زوجي وحبيبي، وهاد بيتي مملكتي. بابا بحياته ما كان يتخيل ولا يتوقع اني صير ربة منزل بدوام كامل، بس حتى هاي الشغلة كنت أدى وعملتها بشكل مثالي، لأنه بطبعي ما بقبل بالغلط وبتعب كتير لحتى يكون كل شي كامل، وبحب كل شي يكون مثالي. برافو. لا القطة رجعت وسخت، هي تاني مرة بنصح تطلع تراب وبترجع بتوسخ. بوجود قطة بالبيت ما عاد في داعي عيار المنبه. على فكرة القطط محظوظين أكتر منا، لأنه هنن في مين ينظف لهم أغلاطهم. بصراحة ما لقيت كلام أوصف لكم فيه زوجي، بس رح قلكم إنه أنا بدير بالي على القطة وهو على السمكة. وأخيرا وصلت هالقطعة يلي الكل ناطرة، وأنا خبرت الزباين إنها وصلت. ليكن واقفين بالدور، أول واحد رح يدفع رح ياخدها. أنا وعدت زبوني
وقالت لي إنها قريبة وجاي تاخدها فورا. وانتي؟ أنا زبايني ناطرين برا والكلمة وعود بهي القطعة. ايه والحل؟ استاذ كمل لقدام لو سمحت، المدخل اللي على اليسار. بدي وقف دقيقتين بس أخذ جزدان. لا هون صعب توقف. بس بدي انزل أخذ جزدان. لو سمحتي كملي لقدام وفوتي من المدخل اللي على اليسار. مرحبا. أهلين. جبت لك الفطاير اللي بتحبها. كلهم صحة وهنا. شكرا. هديك السيارة. ماشي أنا رح أتصرف. صباح الخير مدام. صباح النور. فيك تصفيها جوا. شكرا كتير إلك. تكرمي. تفضلي وصلتي على الوقت. انتبهي للدرجة حبيبتي. ايه مع انك مجهولة محضرتينا هالفطور المرتب، مالك تعبانة؟ لأنه هاد آخر فطور رح ناكله بهاد البيت، لازم يكون غير شكل. ايه تعرفي شو؟ أنا متعلق بهالبيت كتير. شو حبيبي؟ قلي انت جاهز لحتى ننتقل على بيتنا الجديد؟ بس بيتنا حلو، أنا بحبه. أصلاً هاد من سنة ما عاد بيتنا، اللي اشتراه سمحلنا نستأجره لبين ما نجهز بيتنا، كان مزوق معنا وقبلي أجرنا إياه. ايه معك حق، بس لا تنسي إنه نحن تركنا له الفرش كمان. يلا حبيبي كول لازم تخلص صحنك. حبيبي معقول لبست طقم جديد وما غيرت جراباتك؟ أمين رح يشوفهم هلأ؟ أي ولا شو هالنظرة؟ حغيرهم فورا. شارلي تعال افطار يلا. جيت. شو هالريحة؟ شممتيها؟ ريحة الأكل. صحيح، امبارح خبروني بالشغل إنه عندي رحلة. معناته رح زرق. ايه أكيد ما عندي مشكلة. روحي لبين ما أرجع. ما تنسي تاخدي القطة معك. أنا قلت لك إنك ما رح تقدر تديري بالك عليها. ما تردي علي. شكراً كتير، عن جد أنت رائعة. ما عم صدق إنك أمنتي لي هالجزدان، عن جد شكراً. الظاهر إنه من زمان كان لازم أعتمد عليكي. تكرم عينك، وأي قطعة بدك إياها لبعدين، بس ابعتي لي وأنا بخدمك. إيه أكيد، هاتيهن عنك. ألف مبروك. شكراً. باي باي. مع السلامة. شرفتينا مدام. كلنا منعرف أنه نحن استلمنا مجموعة الخريف والشتاء ووصلت مبارح. مجموعة مستوحاة من كتاب إرنست هيمينغوي Death in the Afternoon. هالمجموعة بتستهدف الناس الغامضة والجريئة، وأكيد كلياتنا لاحظنا أنه عدد القطع بهالمجموعة محدود لأنها منتقات بعناية. لهيك أنا بقترح أنه نعطي الأولية للزباين القدماء، واللي بده يدخل زبون جديد لازم بالأول يسأل تريسي وياخد إذنها مشان ما يصير أي خلافات أو مشاكل. حاولوا تستهدفوا الزباين يلي ميزانيتهم عالية. لما يكون دورك بالتقرير الصباحي أنا على طول بكون مطمنة. وهلأ رح وزعكم على الأقسام. ليندا عن نسائي،
نانسي عالرجالي. حاضر. زوي أحذية. إيدا مجوهرات. مارس ونيني أنتوا على الجزدين. حاضر. يلا الكل على شغله. حاضر. طبعاً نيني هي المحظوظة لأنه نسبة بيع الجزدين 3 أضعاف. يا ريت تركزي على شغلك قد ما بتركزي على نسبتي. كلنا منعرف كيف أنتي وصلتي لهون لدرجة إنك مزبطة لي على الباب ما؟ إذا بدك خليني أوضح لك شغلة. وصلت لأني زبطت وكسبت الكل. إيه واضح هالشي. إيه خلصنا عنا كتير شغل وما بدنا نضيع وقت. يلا لشوف ليندا أنتي بكرة بقسم الجزدين منيح؟ كتير منيح شكرا. يلا الكل على شغله. تفضلوا. مرحبا. أهلين. مرحبا. نايجيلا قال المديرة نطفي مكتبك. أوه. مرحبا. مرحبا. ليكي نايجيلا. ايه معك ابرة وخيط؟ معي. اعطيني اياهم بسرعة. يلا. سحابة نورتي انتزع. شكرا كتير. تكرمي. شو بدي اقول لك نايجيلا؟ ايه؟ ما حدا غيرك بيعرف يظبط ماكينة القهوة، معلش تروحي تشوفيها إذا بتتصلح معك؟ فورا. شكرا. نايجيلا؟ ايه؟ ممكن يلتقى معك كسارة بندق؟ يمكن. رح شوف لك. يلا استعجلي. نايجيلا تعي شوفي جهاز يلا المراقبة. يلا جاي. أنا آسفة لا تواخذني. طمني صار لك شي؟ هي وقعت على أصبعتي وجعتني كتير. أنا آسفة كنت مسرعة وما انتبهت. طيب الآن سيزو وين مكتبها؟ هنيك ليكو الباب الثاني على اليسار. شكرا. ليكي على فكرة ما توجحت عم امزح معك. شو زاك اللي متحمس لبيتنا الجديد؟ يعني شي ثبتنا على البيت؟ ايه هي لازم تكون بالبيت من بكير والمفروض انها جهزت كل شي. لا تاكل هم انت. انا اليوم سمعت الابراج وقالوا إنه مناسب كتير إنه ننتقل بهاليوم. على مهلك. زكريا مرحبا. اللي مين أنت وكيف عرفت اسمي؟ أنا بعرف كمان إنه ما فيني خليك تطلع من هالبناية غير مع هدول الناس. طلع هاي المعلومات اللي عندي. اللي شو رأيك؟ مرحبا. أهلين. داني مرحبا. آمل أهلا وسهلا مدام. ما كنت متوقع أنه تعرفوه فورا. أنتم محترفين فعلا. الفضل بيرجع لدقة معلوماتك. اسمحوا لي أعرفكم على زوجي أرونزو. مرحبا. أهلا وسهلا تشرفنا. شكرا. خلص من اليوم نحن انتقلنا لهيك بتمنى أنه عينكم تضل عليه. أكيد اطمني هاد شغلنا وواجبنا. ايه اشتهيتكم بهالحلويات بتمنى تعجبكم. شكرا. يلا شكرا. ما في عذاب. صحتين. نحن بعتنا لكم ورد لنرحب فيكم. الف مبروك البيت واهلا وسهلا. عذبتوا حالكم. شكرا. يلا نحن رح نطلع هلا. ماشي. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يلا تعال نطير. انتبه على حالك. باي. انا بالطيارة هلا. دير بالك. اول شيء رح اعرفك على زملائك. ايه تفضل. رح اعرفك على الكل. اهلين. اسمحوا لي اقدم لكم زميلكم الجديد. رح يشتغل معنا شهر تجربة. هذا رح يكون مكتبك. تفضل. شكرا. بتمنى تكون مرتاح معنا. اهلا وسهلا. صباح الخير جميعا. اسمحوا لي اعرفكم عن حالي. نايجيل زونغ. شو اسمك؟ عن جد؟ ايه كينيتي زونغ واسمي نايجيل. معكم حق. هو اسم غريب شوي. نايجيل زونغ. نحن استغربنا الصدفة لانه زميلتنا اسمها نايجيلا زونغ. مشان هيك تفاجئنا بالاسم. هلا نايجيلا مرة قالت لنا معنى اسمها. شو كان؟ تذكرت يمكن زريعة. ايه خلاص. لا اسمي نوع من انواع النبات. حلو الصدفة اللي جمعتنا. وبما انه نحن اسماءنا بتشبه بعضها معناها اسمحي لي اعتبرك مثل اختي. منيح.
معناها أنا رح أتركك مع أختك الجديدة تعرفك على المكان. تمام نايجيلا، لو سمحتي أعطي فكرة عامة وعرفي على المكان. شو أنا؟ إيه؟ إيه إيه أنتي ليش لا؟ ماشي، معناها تفضل بلش بشغلك. شكراً إلك. العفو، يلا الكل يرجع على شغله. حاضر يلا. خلصي يعطيك العافية. حاضر ماشي. على مهلك دير بالك. اوه هي هبطت الطيارة بالمطار. وصلنا. بس لحظة حبيبي. 6-0 حلو. 5 هات ايدك افتح الباب. يلا 1-2-3 يلا استقبلوا البطل وصل. وصلنا على استنى. بيتنا الجديد. شلح من الاول. ايه صح لازم نشلح من رجلي. اهلا وسهلا. مرحبا. انا ضبطت كل شيء تقريبا. ايه شكرا. واذا بقي شيء انا بكمل. ماشي تعا حبيبي تعا امشي وفوت نلعب انا وياك شوي. تعا لا تعذبها. دير بالك هذا على مهلك ان شاء الله سوقها. زحلتها مع احلاها. واخيرا انتقلنا ومشي الحال. هاد كله بفضل شركه نايجي للعقاريه. ايه وبما ان عرابه ابننا وشركتها قريبه علينا لازم تعزميها على العشاء شي يوم. قديش حاطه شمع؟ ايه بيعطي طاقه ايجابيه. وشو قصه المروحه والمي؟ هلا ابعاداتنا معروف انه اللي بينتقل على بيت جديد بيشعل نار اول ما يفوت، بس انا هاد الشي ما بيناسبني وما بيريحني ابدا، لهيك اخترت هاي الطريقه. اوه بس شو خطر لك مي ومروحه؟ شو بتتوقع؟ عرفت، سمعنا منك من قبل هوا المروحه بيعطي طاقه وبالنسبه للمي بتعطي صفا وراحه، اتنيناتهم مريحين ومثاليين مع بعضهم. شو صح تفسيري؟ ايه صح طبعا. لسه في شغله لازم نعملها. المفروض رجال البيت ياخذ مي صافيه ونظيفه ويسكبها على هذا التمثال، وهيك بكون خلصت كل طقوسي. خلينا سوا يلا. الفكره كتير حلوه. مبسوطه انه عجبتك. بس صاحبتها تعجبني أكثر. أهلين شوفي. ماشي جاي فورا. صاير شي؟ في بالمكتب مشكلة ولازم تجي معي. ايه يلا. اهلين شو اخبارك؟ مرحبا. مرحبا. اتصلوا من شركه لي وخبرونا انه رح ياجلوا الدفعات. وما قالوا لامتى رح ياجلوها؟ قالوا للربع الثاني من السنه. بس اذا ما دفعوا لنا فورا هالشي رح يكون له تاثير على ميزانيتنا. ايه اكيد، وخاصه انه السيد وان على طول بيغير بشروط دفعات شركته، وبصراحه اذا ضلينا على هي الحاله رح نخسر الاستقرار المالي. طيب والحل؟ استاذ اذا بتحب نقدر نفوت معهم بمفاوضات. مستحيل، التفاوض رح يضعفنا أكثر. رح نتناقش بالمشكلة ومنخبرك بالحل. طيب ماشي. الزعل ما بيحل الموضوع، لازم نتصل فيه ونلاقي حل. إذا مو حابب تحاكي بحاكي أنا. إيه يا ريت، ما إلي خلق أحكي. مرحبا، كيفك سيد وان؟ معك المدام مايا زو، انت بتعرفني من قبل، لهيك اسمح لي فوت بالموضوع. نحن مضطرين على الدفعه اللي ناطرينها منك. ايه بعرف والحق معك، بجوز تاخر عليك بهي الطلبيه، بس بوعدك انه انا رح تابع لك الطلبيه الجايه بشكل شخصي ورح اعمل جهدي اني امن لك سعر خاص. طبعا رضاك بيهمنا، بس لنقدر نكمل سوا بتمنى منك انك تلتزم بالدفعات. تمام شكرا سيد وان، باي. اكيد منتواصل. خلصتي؟ قال بده مواصفات خاصه للطلبيه الجاي، بس شروط الدفع من عنده ما رح تتغير. دائما بيطلب وبيتشرط وبيعذبنا ليدفع التزاماته. كتير طيبه هالبردانه، دوقي. طيبه مو؟
مو حامضة. قلي من وين جبتها؟ ليكا عطتني اياها، قال بيلزمني فيتامين سي. انا رح ارجع على البيت. مرحبا. أهلين. تفضلي لجوا وشوفي شو عنا. لا شكرا. عم تدوري على شي لزوجك؟ ايه فعلا. صعب تجيبي له وهو مو معك. المرة الجاية حاولي يكون معك مشان يقيس. هو هيك، المرة الجاية رح نجي سوا. نحن ساكنين فوق، أكيد رح نرجع نمرق عن قريب. شكرا كتير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفتينا مدام. تفضلي، بشو بقدر ساعدك؟ ما بعرف، فرجيني شو عندك. اليوم نزلنا تشكيلة جديدة، بتحبي فرجيكي إياها؟ يا ريت. تفضلي. هدول. أنتي ليش عم بتضيعي وقت مع هيك وحدة؟ واضح إنه ما معها مصاري. عادي، مو مشكلة. هي الكنزة القطن تبعها بياخد العقل. بعتقد قصته رح تعجبك. وصلنا جزادين جديدة كمان. أغلب الجزادين اللي عنا لونها أبيض لأنه دارج كتير بهالفترة. مدام في شي عجبك؟ في لسه هون. تفضلي. هي السنة بضاعتنا أكتر شي بتتميز بالبساطة. هون بتلاقي فساتين ممكن تعجب حضرتك، وفي عنا كمان أحذية مريحة. هاي القطع من شو مصنوعة؟ كل قطعة موادها مختلفة. هلأ هدول اللي أسعارهم معقولة بيكونوا مصنوعين من نحاس أو صدف البحر أو لولو صناعي. أما هاي القطعة الثقيلة مثلاً، في منها من الذهب أو البلاتينيوم أو الألماس. قديش تقريباً سعر هيك قطع؟ موجود قطع غالية وموجود قطع سعرها معقول. حضرتك شو حابة؟ هلأ بهالمحل ما عندكن شيء أتقل من هيك؟ بلا عنا، أكيد في عنا قطع خاصة ونادرة، وطبعاً أسعارها غالية. هاد هو طلبي. بدك تشتري من مجموعة التصاميم الخاصة؟ ايه هيك بدي. تكرمي، تفضلي قعدي بقسم زبايننا المميزين، وأنا رح أعرض لك بروشور عن كل القطع. شكراً إليك. تفضلي. تفضلي ارتاحي. رح أشرح لك عن القطع اللي عنا. شكراً. تفضلي شوفي الصور، خدي فكرة. هذا من الألماس طبعاً، فيك تختاري حجم الألماسة. صحيح. وفي كمان هي المجموعة اللي بتتميز بالأحجار الكريمة الكلاسيكية. هي المجموعة اسمها الحلم الصعب. هي هي؟ ايه. في قطع موجودة اقدر شوفها؟ يعني مدام أنا ما رح كذب عليكي أبداً، أنا بحياتي ما شفت هالقطع بصراحة. قلال اللي بيطلبوهن أو بيسألوا عنهم. بس لما كنا عم نتمرن فرجونا فيديو عن القطع بالتفصيل، وكانوا فعلا بياخدوا العقل.
إذا بدك رأيي مدام، أنا بشوف إنه هي المجوهرات والأحجار الكريمة إن وجدوا ليحلوا أي مرة بالدنيا. بقصد إنه شو ما كان وضع هي المرة بحق إلا إنه تجربهم بيوم من الأيام. وجود هالمجوهرات قدام أي بنت بيخليها طموحة وبيعطيها طاقة. قررت. أيه؟ بدي المجموعة. وهيك إذا بصيت عليها بنكون نحن التنتين عنا فرصة نشوفها على الواقع. اطلبي لي إياها. بس هي سعر هي المجموعة أصلاً سعرها مانو مكتوب. يمكن سعرها شي مليونين أو أكتر. مو أنت قلتي لي هلأ إنه أي مرة بحق إلا شي يوم تجربها؟ معناها بحق إلي. إيه هلأ بعد ما تثبتي طلبك بدون 5 شهور المفروض تدفعي حق المجموعة كاملة. بيضل المبلغ هون وديعة لمدة 5 شهور لبين ما تجهز. إيه ما في مشكلة، أنا جاهزة. معناها اسمحي لي بس ثواني لروح خبر المديرة. خدي وقتك. يلا رح خبرها فورا. إذا بتحبي تفرجي على هدول القطع كلهم لمصممين عالميين. مو قدراني ستي. يس. متأكدة إنه بدها هاي المجموعة؟ إيه متأكدة طبعاً. ليندا هاتيهم عنك. واضح إن زبونة مهمة ولحالك ما بتكفي، خليني ساعدك. خلصنا ليندا إيدك. خلي عنك، نيني لحالها بتكفي. يلا. مرحبا مدام، خليكي مرتاحة. أها تفضلي. شكرا شكرا. نيني عم تخبرني إنه حضرتك طلبتي وحدة من مجموعاتنا. إيه صح. ما بعرف إذا هي شرحت لك كل تفاصيل الموضوع. لازم تحطي الوديعة لفترة، بعدين في فترة انتظار لبين ما تجهز. شرحت لي كل شيء، كانت لطيفة كتير، شرحت لي كل التفاصيل وما قصرت أبداً. بس عفواً لازم تعرفي إنه ما في مجال التبديل لأنه نحن منصمم على الطلب. إيه بعرف أكيد وما عندي أي مشكلة. منيح. هلأ رح ضيفك على برنامج ويت شات لتكوني على اطلاع على مستجدات الطلبية. بس عفواً إذا في مجال تضيفي الصبية وهي بتخبرني بكل التفاصيل وبتتواصل معي بشكل مباشر، وكمان البطاقة يلي معي حالياً ما فيها المبلغ الكامل بس خلال 2 يوم بالكتير بكون أمنته وبجي بدفع، بيمشي الحال؟ ما في مشكلة. طيب بيزعجك شيء إذا دفعتي هلأ بس دفعة مبدئية؟ يعني بيمشي الحال أكيد إذا ما دفعت المبلغ كامل؟ ايه أكيد خلال 2 يوم بجي وبكمل لك المبلغ. اتفقنا. هلأ بضيفك. أيه. يلا شوفي امتى بدها تزورنا المدام مرة تانية مشان تكوني موجودة. أيه. بأي وقت جاهزة؟ ماشي بخبرك. بس خبريني حتى لو ما كان وقت دوامي أكيد بجي. أيه. أكيد. بيتك بعيد من هون؟ لا قريب كتير. أهلا وسهلا، شرفتينا. شكرا كلك ذوق. باي باي. يعطيك العافية، نورتينا مدام. عن جد انت فظيعة. انت بتجنني. روحوا شوفوا مين هالمرة، اكيد بتكون عم تتسلى. خلاص اعطيني لشوف. ورجيني. وانا عن جد انت دائما بتشتغلي اكثر وحدة بيناتنا، وهي بلشتي تاخدي نتائج تعبك كل يوم. عن جد برافو عليكي. قولي لي لابسه شي طوق او اسواره بيجيبوا الحظ؟ فرجيني شو حاطه معك لحتى انحظيتي اليوم. مو لابسه شي بس غيرت لون حلقتي. هاتي لشوفها، يعني هي الحمرة اللي جابت لك الحظ؟ واذا كانت هي بتحط منها يعني؟ اذا بتجيب لي هالحظ ايه بحط منها، ليش لا؟ ايه هات حتعطيني اياها. استني بدي اجربها. خلصنا هلا، هات من ايدك. يا خلصنا. عيني
ليش ما فيني جرب يعني؟ وين أخذتي؟ أعطيني هاد لون الحظ. لا 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 أنا صادرت، ما عندي غيره، هاتيه فورا. خلاص صادرته. خلاص شو زاك؟ مبسوط بالبيت الجديد؟ ايه مبسوط. مدام مايا هي عملت كل هالأكلات، أنا بس ساعدتها شوي. فيك تروحي تتعشي. شكرا زاك. يلا هالسهرة احتفالا بالبيت الجديد. لا بماما لأنه تعبت. ايه مزبوط، هي احتفالا بماما. يلا اشربوا. حبيبتي ايه، مو قلتي لي بدك تروحي تشتري كنزة جديدة؟ شو اللي غير لك رأيك؟ رجعت فكرت إنه هلأ البنك إله علينا ديون كتير وما في داعي للمصاريف الزايدة. لا تحكي هيك، عن جد بزعل منك. إذا عجبك شي اشتري فورا حبيبي. أنا حاسة إنه ما كان لازم ضل وراك لحتى تشتري هاد البيت وتضغط حالك. شو خطر لك؟ أصلاً هاي الفكرة بالأساس هي فكرتي، وأكيد رح نكون هون مرتاحين أكتر. هداك البيت صغير علينا، أنت شو رأيك؟ بابا اللي عم بيقوله صح. سمعتي ابنك؟ وهلأ بعد ما انتقلنا واستقرينا خلينا نتفرغ ونروق للموضوع التاني اللي هو روضة زاك. بدنا روضة مستواها يكون عالي وتكون غير شكل. أنا بعرف أنه أنت شخص مثالي، بس بهالقصة يمكن بدك تخففي مثالية، لأنه بموضوع الروضة بجوز ما تلاقي شي يرضي كل معاييرك. رح نحاول نختار الأفضل. كل شي عم نعمله نحنا، حتى فكرة الانتقال على هالبيت لهون، كله هاد عم نعمله لنأمن له مستقبل أفضل ولحتى ما ينقصه شي بنوب. اللي مريحني إنه عم نعمل كل شي منقدر عليه. أيوة هذا الصح. أنا ترك لك القصة، اهتمي فيها أنت وشوفي الأحسن. إيه بس وقت بدي روح مقابلة الروضة أنت لازم تكون معي، أكيد ما رح روح لحالي. بدي إياك تخلص كل أكلاتك يا بطل. شو رأيك نتسابق أنا وياك؟ أهلين بابا، فيك شي؟ لا أبداً، دقيق بارك لك بالبيت الجديد. معقول أعزمك على العشاء وما تجي؟ برأيك بكفي تبارك لي على التليفون؟ قلت أكيد بتكونوا تعبانين، خلص بيجي بيوم تاني ما في مشكلة. كتير اتضايقت إنك ما إجيت وزعلت منك. بابا هدول مو اللي أكلت بابا منهم اليوم؟ أنسى شين؟ من وين هالبردقان؟ مدام ما يشترطن. يلا نحكي حبيبتي، سلمي على الكل، تصبحي على خير. انتبهت إنك حبيتهم كتير، دورت وجبت لك منهم. هلأ صرت بعرف وين في منهم، إمتى ما بدك بجيب لك. حبيبتي عن جد أنتي ما في منك، فعلاً هالنوع من البردقان حبيته كتير. يلا يلا زاك، خلينا نقول شكراً لماما. شكراً ماما. عفواً حبيبي. ناجلة، أنت من كل عقلك عم تزعلي؟ ناجلة، تعي شوي. اللي شو بدك هلا؟ تعي شوي. بسرعة. ليكي. طلعي. هاي السمكة جبتها اليوم. سمكة حساسة وبتعيش بدرجة حرارة معينة. ايه وشو بتفرق عن غيرها؟ انت شو بفهمك بالسمك؟ هاي السمكة كتير قوية، تعرفي انه بتعض البشر؟ يعني عضتها قوية؟ ايه طبعا قوية. بتحبي تجربيها؟ كنت عارفان انك ما بتسترجي. يعني صار لك 4 ساعات قاعد بين سمكاتك، مو كأنك زودتها شوي؟ انا بعمل هيك مرة بالاسبوع، اما انت بتشوفي مسلسلات 3 ساعات باليوم. بس السمك ممل، المسلسل مسلي. الساعة هلأ صارت 9، روحي لحقي مسلسلاتك. المشكلة أني هلأ شفت آخر حلقة، بكره يخلص المسلسل. ليكي أعطيني الشبكة يلي على الطاولة. بالعادة بقعد بحضر حلقتين لحتى يصير وقت نومي، بس هلأ شفت حلقة وخلص المسلسل، لسه في ساعة لوقت نومي، شو بدي أعمل فيها؟
أنا بقترح عليكي تلاقي لك هواية تانية. إيه موافقة. يلا حبيبي تعال نضيع الوقت مع بعض. أنت بتعرفي إني مسافر بكرة ولازم أمن على سمكاتي قبل ما أسافر. عن جد عم تحكي سمكاتك أهم من حبيبتك؟ معقول ما تقدر تفضلي ساعة تقعد معي شوي؟ ما كنت عرفانة إنه هيك الزواج؟ حبيبي تعال بسرعة، تعال حق سمكتك الجديدة يلي ورجيتني إياها كأنها ماتت. لك تعال حق بسرعة، ما عم تتحرك أبدا. خلص نايجيلا، هاي المزحة صارت قديمة. ماشي أنا زعلت منك، خليك نايم جنب سمكاتك. تأخر الوقت وما خلصنا. مين عمل جرد اليوم الصبح؟ أنا وزوي. أنتوا متأكدين أنه ما في غلط بالجرد؟ طبعاً متأكدين، لأنه عدنا الجرد مرتين. نيني نيني شو طمنيني؟ لقيتيه؟ ما لقيته مختفي. الصبح عدنا الجرد مرتين، فهميني كيف بيختفي بنطلون وما حدا بيعرف وين؟ لقيتوا القطعة الناقصة؟ لا. لقيتيه؟ لا ما لقيت شي. وأنتي نانسي؟ طيب للأسف أنا مضطرة لكم هذا الحكي. تفضلي، يا أما بتلاقوا البنطلون الضايع يا أما منأكد أنه ضاع وكل اللي كانوا موجودين اليوم بيتحملوا الخسارة. معكن بس لبكرة. يلا باي. ليش واقفين؟ يلا خلونا ندور. رح دور بالمستودع. ماشي. أنا رح أجي معي. هلكنا اليوم. واقفين على رجلينا طول النهار. من وين طلعت لنا هالقصة هلا؟ اللي عم نعمله اسمه تعذيب. ماني مصدقة إمتى أرجع على البيت بقى. بدي روح لعند أمي. أمك ما رح تلاقي البنطلون، قومي دوري يلا. وبعدين متنا من التعب وما لقيناه. نيني قديش حقه تقريبا؟ شي 20,000. لا تقوليها، هي علينا، يعني كل واحد منا رح يدفع 3,000 وبيكمل الشهر بلا أكل. ماما. مارس مارس ليه؟ شو ناديتيلي؟ مفاجأة. هلو، هي مو الألعاب النارية اللي ساوتها شركتنا بمسابقة اليابان؟ بلا. واو حلو حبيبتي. بجننوا. لولاكي أنت ولولا تشجيعك لإلي ما كنت استقلت وما كنت فتحت شركتي الخاصة وما كان عندي أحلى عيلة وولد بياخد العقل. كل شيء أنا فيه صار بفضلك حبيبتي. أنا منك باخد القوة والطاقة. أنت وصلت لهون بفضل موهبتك، وكل شيء حلو عم نعيشه وبدنا نعيشه هو بفضل تصميمك وطموحك وتعبك وجهدك. حبيبي أنا عم عيش معك حياة استقرار وأمان، بتستاهل كل شيء حلو. تعرفي إنه هلأ وفجأة خطرت لي فكرة غريبة؟ إيه حبيبتي، تعي لقلك. تعي معي. شو هالفكرة؟ هلأ بقلك. خطرت لي فكرة إنه صمم عرض ألعاب نارية يكون جديد تماماً، حتى اخترت له اسم أرض الأحلام الزرقاء. إيه وشو فكرة هاد العرض؟ بدي إياه يكون عرض ساحر. لهلا ما حدا استخدم اللون الأزرق كلون أساسي بعروض الألعاب النارية، بس أنت تخيلي، تخيلي هاي السما كلها عم تضوي بأشكال بتاخد العقل وبكل درجات الأزرق. إيه تخيلي معي، منبلش هني وبعد هدول بتشعل هديك الجهة با بأشكال بحرية، وبعدها هون بتشعل على مساحة كبيرة. بتخيل إنه اللون الأزرق رح يطلع حلو كتير، وخاصة إذا اشتغلنا الدرجات صح. عم تتخيلي معي؟ وبتوقع إنه المشهد رح يطلع كتير مميز وساحر، والأهم إنه ما انشغل قبل. شو هالعرض هذا؟ عن جد بياخد العقل. بس أكيد عرض مثل هاد بكلف كتير. حكي مزبوط؟ لقيتي شي؟ لا أبداً. انتو شو لسه عم تعملوا هون؟ يلا طالعين.
اخر الوقت، لازم تسكروا المحل. يلا يلا نعتذر عن هالقصة. اوعكم تنسوا تفصلوا الكهرباء. ايه ما رح ننسى، يعطيكم العافية. شكرا. تصبحوا على خير. وانتي بخير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. باي. انفردت. واخيرا.眼下的泪和声音。